بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الحجيج اليوم يوفون مشهدا عظيما وموقفا مهيبا، هذا الموقف العظيم الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما أطلق الموقف في الحج فإنما يراد به موقف عرفة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف، ووقف صلى الله عليه وسلم موقفا عظيما رافعا يديه إلى السماء يدعو ربه عز وجل ويبتهل إليه، وأمر مناديا ينادي في الناس: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، أن ابقوا في أماكنكم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم. يقرر لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وفي هذا المكان أنهم سواسية، أنهم على إرث أبيهم إبراهيم، من قام منهم ومن وقف منهم في موضعه، من كان عند الصخرات، من كان منهم في مسيره، في مشيه، في ركوبه، على دابته، كلهم يجأرون إلى الله عز وجل، يرجون رحمته، يخشون عذابه، ينادونه سبحانه وتعالى. هذا اليوم إنه اليوم العظيم الذي تقال به السيئات وتحط به الخطايا، هذا اليوم الذي تغفر به الزلات. إن المسلمين اليوم يشهدون هذا الموقف، الموقف العظيم، بإزارهم وردائهم، ليس لهم شبه إلا ما يكون من الأموات يأتون إلى ربهم عز وجل يفدون عليه بأكفانهم، فلا يجد رئيسا فضلا على مرؤوس، ولا أميرا على مأمور، ولا كبير على صغير، ولا يجد أحد من الناس فضلا على أحد. بل أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى العظيم وهذه القيمة العظيمة من قيم الإسلام بدفعه صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة. واردف النبي صلى الله عليه وسلم معه أسامة بن زيد الحب بن الحب، هذا المولى الذي كان ابن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، في رسالة عظيمة واضحة تشهدها قريش وتشهدها العرب قاطبة، أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وأنه من كان أقرب إلى الله كان أقرب مودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد العظيم خطبة عظيمة أكد فيها قواعد الإسلام وهدأ فيها قواعد الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل ربا موضوع، وأول ربا أضعه تحت قدمي هاتين ربا عمي العباس. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أن المسلم أخو للمسلم، أن المسلم أخو للمسلم، لا يحل له أن يهتك عرضه ولا دمه، وأنه حرام عليه كحرمة هذا البلد في هذا الموضع العظيم. إن المسلمين اليوم يشهدون موضعا عظيما أتم الله تعالى به النعمة، إذ قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن أهل الإسلام في هذا الموقف العظيم تضطرب قلوبهم وتوجل وتقبل على الله عز وجل، منهم من كان خائفا من الله عز وجل، كما نقل عن بعض السلف عن بكي بن عبد الله المزني وعن مطرف بن عبد الله أنهما كان في هذا الموقف وكان يقولان: اللهم إنك لا تؤاخذ هؤلاء الناس بوجودنا معهم، يخافون من ذنوبهم من خطيئاتهم. وغشي بعض السلف من حسن ظنهم بربهم عز وجل أمرا عظيما، حتى قال سفيان الثوري لما دخل عليه ابن المبارك وهو كان في هذا الموقف العظيم، كان جاثيا على ركبتيه يبكي، قال له: من أسوأ الناس حالا في هذا المقام؟ قال: من ظن أن الله تعالى لا يغفر له. فحال قلوب المؤمنين في هذا الموضع العظيم ما بين خائف من ذنوبه وما بين راجل رحمة ربه، فإن أعمال قلوبهم هنا بين الخوف والرجاء. وهكذا أهل الإيمان لهم جناحان كجناحي الطائر، خوف ورجاء، يرجون به ما عند الله عز وجل. إن أهل الإسلام إذا كانوا في هذا الموقف تذكروا قدومهم على الله عز وجل، وإنهم يفرحون، وهذا من أعمالهم القلبية، أنهم يفرحون في هذا الموضع فرحا عظيما، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل ما اصطفاهم وما اختارهم إلا لمحبة سبحانه وتعالى. فإن أحد السلف يروى عنه أنه قد حج كثيرا، قال: فكنت يوما في الحجر أتأمل من كثرة حجي وهل قبل مني أم لم يقبل مني، قال: فرأيت في منامي أن قائلا يقول: هل تدعو إلى بيتك من لا تحب؟ قال: فسري عني. فأهل الإيمان يفرحون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يعلم أهل الإسلام وأهل الإيمان أن الله عز وجل في هذا اليوم يعتق من الرقاب ما لا يعتقه في رمضان ولا في العشر الأواخر ولا في غيرها، ولذلك يفرحون بفضل الله تعالى ومغفرته وبرحمته وبثوابه وبعطائه
ونواله سبحانه وتعالى، وأيضا هم يستحضرون خوفا من ذنوبهم، من خطيئاتهم، من سيئاتهم. وكذلك فإن أهل الإيمان في هذا الموضع العظيم يذكرون وفودهم على ربهم عز وجل، فهم في مشعر واحد ليس لهم إلا إزار ورداء أبيض اللون، لا يذكرهم بشيء مما يقدمون عليه إلا بشيء يحملون به على الأعناق، يلقون فيه ربهم عز وجل. إن أهل الإسلام وأهل الإيمان في هذا الموضع العظيم، في هذا المشهد العظيم، يذكرون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي خطب فيها الناس وأرسى فيها قواعد الإسلام وهدم بها قواعد الجاهلية، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بفعله. فإن العرب كانت قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم تدفع من عرفات إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كما إذا كانت العمائم على رؤوس الرجال، فخالفهم صلى الله عليه وسلم ودفع بعد غروب الشمس، ولما استحكم غروبها دفع صلى الله عليه وسلم، خالف بذلك أهل الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع العظيم أكد وبين للناس أجمعين أنه صلى الله عليه وسلم عبد لله، أنه يسير على مآثر إبراهيم، فإن الحمس من قريش لم تكن تأتي هذا المشعر لأنه من الحل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوافيه تعظيما لله عز وجل. فإن كان تعظيمه في الحل كان في الحل، وإن كان تعظيم ربه في الحرم كان في الحرم عليه الصلاة والسلام. وهذا اليوم العظيم وهذا المشهد العظيم يستشعر به أهل الإيمان أنه أفضل الدعاء. يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: وبالتجربة دعاء عرفة لا يخطئ، هذا الدعاء يعلمون أنه خير الدعاء، ولذلك يبثون حاجاتهم هنا ويطرحون رغباتهم هنا. وتجد أن منهم الباكي الذي أحرقه الذنب وأقلقه، ومنهم المحب الذي ألهبه الشوق وفتت فؤاده، وكل منهم يناجي ربه صادقا باكيا خاشعا. وها هنا تسكب عبراتهم، ها هنا يأتون ربهم عز وجل جميعا، يذكرون حاجاتهم ويبثون خفايا نفوسهم. فإن المرء إذا لم يبث ما عنده هنا أين يبثه لربه عز وجل؟ وهذا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن ييسر لهم أمورهم، وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، أن يردهم فائزين بصالح الأعمال وخير الثواب والأجور عند ربهم عز وجل. والحمد لله رب العالمين.